استعدادا لعقد مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوع العمران المستدام تحديات وآمال واعدة بالجزائر، عقدت فعاليات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. اليوم قطاع الإسكان والتعمير من النقاط القطاعات اللي دائما ما يكون لها زخم عالي لارتباطها بالاستقرار وبالشعوب بشكل خاص، لذلك نجد اهتمام منقطع النظير من قيادات ملوك ورؤساء الدول العربية لهذا الموضوع بشكل خاص. بكل تأكيد التعاون بين الدول مستمر، بين اليوم مجموعة من القرارات اللي كان لها أثر إيجابي على التعاون وتبادل الخبرات والعمل على مختلف مستويات الأعمال في القطاع السكني. خلال الاجتماعات تم مناقشة التحديات التي تحيط بالتنمية في المجتمعات العربية، خاصة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدمير للبنية التحتية. هي المساعدات احنا اكثر ما يهمنا طبعا، احنا بنعرف التزام اخواننا في الدول العربية والدول الإسلامية في قضية إعادة الإعمار، لكن نحن اليوم في صدد المساعدة الفنية ونقل الخبرة من إخواننا في الدول العربية لإعادة الإعمار، وخصوصا هم في عندهم تجارب سابقة ونحن نأمل أن نطلع عليها وأن يكون لهم دور كبير في إسنادنا فنيا تمهيدا لقضايا إعادة الإعمار. تم مناقشة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية. تحديات عديدة تم طرحها على طاولة مناقشات المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب لمجابهة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في المجتمعات العربية وخاصة فلسطين في ظل استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتدمير البنية الأساسية. من داخل أروقة الجامعة العربية منذر أبو دوح، أني الأخبار.